مرحب، اسمي وسام كمال. في عنا إيفة عم تجتاح مجتمعنا حاليا، وخصوصا نحن الشباب من قبل اهالينا. اي نعم، اهالينا. إيفة عم تاكل كل الميموري الموجوده عنا بالتليفون. إيفة عم تجتاح كل 3G وتسحبه من مطرحه كرمال قصص ما لهم طعمه. اهلنا هن العدو، اهلنا هن اللي واقفين بوجنا، يلي هي صور اللي بعتوها على واتساب، يلي هي صباح الورد وصباح النرجس صباح القصص، ومثل هدول الفيديوهات اللي بيطلعوا كمان. وما تفكر ابدا انه امك هي ملاك، لا لا لا، امك العدو، لانه بيوصلوا لها هدول الصور بطريقه ما بنعرف من وين، وما بنعرف من وين بيجوا، وما بنعرف مين بيعملهم، وبتشوفهم تنبسط وبتبعت لك اياهم الك او الك او الكن، حسب اذا كنتوا فايتين بجروب الفاميلي. بس انه عم بقلكن طلعوا من هلا، لانه ما لها طعم تكونوا موجودين. عم بقلكن بيوصلكن هيك صور كل يوم، انتو بتعرفوا المعاناه اللي عم تفوت منها. قررت اعمل شغله، كامبين، حمله ضد هدول العالم يلي بيسمون اهلكم او اهلي. حمله اسمها بقاش تبعتوا صور. اي نعم، بقاش تبعتوا صور هيدي تستعملوها ضد اهلكم. وانا مثل ما بيقولوا عالج الداء وبالدائي، بالدائي بالداءو داء واتيفر، انه بنحارب بالوبن اللي هن عم بيستعملوا ضدنا يلي هو الصور على واتساب. فخلقت لكم هدول الصور لحتى تبعتوهن على تليفونات اهلكن على واتساب وتعبرو الميموري، هيك ما بيضطروا يبعتوا ولا شيء. وحتى الصور اصلا بيخلون يفرجون انه هيدا الشيء مش مزبوط. مثلا اول ما توعوا بعتولا صباح الخير مع عين فيها عمش، رجعوا بعتولا وين الترويقة، رجعنا مع لسان منشف، ورجعوا بعتولا قصص ثانية مثل احلى صباح فيك تكويل هذا الجينز مع الجينز مقرف، صباح الورد في مي سخنة مع حمام مقرف يلي هو الخطر بالنسبة إلها. هيدول الصور يلي موجودين باللينك تحت عملولن داونلود وبيصيروا عندكن كلن. عبولن تليفونن بصور تافهة، مشو معي لحتى نحارب هيدي الإفة يلي اسمها صور بشعة بيكسليتد، صباح الورد، صباح النرجس، صباح ما بعرف شو على واتساب. شكراً.